طيب يا فندم، تقرير سعادتك. ايوه وائل، عملتوا ايه؟ ماهر سليمان الدخش كان مسجون في نفس الفترة اللي فيها درويش عبد ربه المستكبر. عملاء كفاح يعني. طب والعنوان اللي دولنا فيهم طلع صح؟ اه يا فندم مظبوط، بس ماهر مش هناك. يعني ايه؟ المنطقة بيقول ان اربع ايام حصل اشتباك وضرب نار ما بين بلطجية في عربيتين. واضح ان الطرفين كانوا عايزين ماهر واللي معاه. واللي معاه دول هم مين؟ هما بيقولوا كان معاه بنت وجوزها وعفيده واتنين تانيين ما يعرفهمش. والبلطجية بقى اللي طاشوا مع بعض دول طلعوا تبع مين؟ هو الواضح من كلام الناس اللي مش بلطجية شوارع يعني. لان الكلام كان عن عربيات تقيلة واسلحة متطورة. دول حتى كانوا مسمينها حرب يوم التلاتة. حرب يوم التلاتة؟ واحنا بقى مالناش دور في الحرب دي؟ ولا احنا صحينا يوم الاربعاء ولا ايه؟ يعني ماهر واللي معاه اتصفوا صح؟ لا يا فندم، اهل المنطقه بيقولوا ان هم اشتغلوا اشتباك الطرفين وزوروا في النص. ماشي يا وائل، اتفضل يا وائل. تحت امرك. دي ايه اللي اتلغى يا حازم؟ الراجل ده عبيط! يا ريتو عايز يلغي الديل بس. ده كمان عايزنا نرجع له الديبوزيت. يا سلام! وانت هتعمل كده ولا ايه؟ ليه؟ هو ليه يا ريال ولا ايه؟ احنا مش دورنا واشتغلنا، مش كل دي مصاريف. شفت؟ هو ده اللي كنت عايز افهمه لك من زمان، بس انت ما فهمتنيش. فهمني ايه؟ الراجل كان في ايدينا اكتر من مره. وانت اللي فرطت فيه بسبب السنيورة. ما تحترم نفسك يا ادهم، دي مراتي. ماشي، بس افتكر بقى يا حبيبي، احنا لبسنا صح بسبب المدام. نهله مش السبب. الراجل ده طوب الارض بيدوروا عليه ومش عارفين يجيبوه. لعلمك بقى، احنا لو كنا دوسنا زياده كان ممكن نطلط. يا حبيبي احنا طلطنا من زمان قوي، والخطر حوالينا من كل ناحيه. تعرف بعد كل اللي احنا عملناه ده هنطلع يا حبيبي من المولد بلا حمص. مش هيحصل، هنكمل الديل. ازاي؟ لو طلع اللي في دماغي صح يبقى انا عرفت هم عايزين التاج ليه. اتنين شاي يا ابني. ها سالين لحد ما الشاي يجي. احكي يا شهرزاد. ما سيادتك عايزني احكي عن ايه بالظبط؟ حدوته النهارده يا فاهم. ما انت كل ما اجي لك تشتغلني. ما قلتليش ليه ان درويش عبد ربه كان مستخبي عند ماهر الدغش؟ انت عرفت ازاي يا باشا؟ يا فاهم ممسوك في دوار العمده ولا ايه؟ ها درويش كان مستخبي عند ماهر ولا لا؟ كان عنده يا باشا، كان عنده، بس احنا ما لحقناش نحط ايدينا عليه. فجاه كده ظهر لنا رجاله من تحت الارض كده نازلين من عربيه سودا وضربوا علينا نار، فاحنا اضطرينا ان احنا نتعامل معاهم يعني. ودول مين بقى؟ بلطجيه تبع ماهر ولا ايه؟ لا يا باشا، بلطجيه ايه؟ ده عيال متدربه كويس يعني، محترفين يعني، وكان معاهم حتتين سلاح جامدين. ودول رشقوا كده في كل لله في لله؟ مش عارف يا باشا، هو ده اللي حصل يعني، بس الظاهر هم كانوا عايزين يروحوا يجيبوا درويش حي. طب وانتوا ما شاء الله جيشين كده يعني، درويش يزوغ منكوا ازاي؟ يعني باشا اكيد في وسط الضرب ده كله يعني عرف يزوغ.
طيب هتفتكر بقى اوصاف العربيه ولا هتقول لي نسيت وتفتكرها في حديثك بكره؟ لا فاكرها يا باشا فاكرها. هي عربيه سودا كبيره كده يعني ما بنشوفش زيها كتير في الشارع. ده انا يعني استغربت ان الرصاص بيخرم فيها يعني انا كنت فاكرها مصفحه اساسا. اهو يا عم نفس المواصفات اللي قال عليها الواد شهاب، هي دي العربيه اللي كانت بتجري وراها هو درويش في اسكندريه. ما كانوش بيدوروا على درويش، كانوا بيدوروا على التاب. مين بقى اللي معاه فلوس كتير وعربيه زي دي وعيال محترفه بسلاح متطور وبيدوروا على التاب؟ اكيد هو نفس الشخص اللي سرق الحرز بتاع التاب. احبك وانت معايا على الخبر، يبقى كده دخلوا القفص برجليهم. تصدق ان الواد شهاب دوت طلع اجدى واحد في القضيه ديت؟ لحد دلوقتي كل كلامه صح، مفيش حاجه خيشت. من اول موضوع التاب لحد موضوع الامين خضر ودلوقتي موضوع العربيه. الواد ده اشرف، فانا عايز اديله نشان. نشان مره واحده؟ خلاص يا اشرف اديله اسبوع واحده. ايوه يا ادهم. الموضوع طلع كبير قوي يا حازم. في ايه؟ الجلاد عرف مين اللي كان عايز يهرب درويش من عربيه الترحيلات. مين؟ امجد الديب. امجد الديب؟ هو الموضوع فيه كمان امجد الديب؟ هو درويش ده جنس ميلته ايه؟ على فكره ممكن تكون رجالة الديب هي اللي وقفت لمنصور في نزلة في السمان. أكيد هم. ما هو لو مش هم بقى يبقى درويش ده مطلوب من المافيا. المهم هنعمل إيه دلوقتي يا حازم؟ بقول لك إيه، سلام دلوقتي نتكلم في المكتب أحسن. ماشي سلام. صباح الخير يا أستاذة. معلش أنا عارف إني بتصل بيكي بدري شوية. طمنيني عملت إيه في اللي اتفقنا عليه إمبارح؟ طب الحمد لله الحمد لله. لما قابلك بقى هو لما اجيب هتصل بيكي تاني ان شاء الله. مع السلامه. شاكين على الصول. لا عفو يا استاذ. تعرف اني بتشبه عليك. يا سيدي يخلق من الشبه 40. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك أنا كنت عايزة أقابل أمجد بيت ديب. في معاه سابق؟ الحقيقة لا، بس هو أنا عايزة في موضوع ضروري جدا. الحقيقة هو لازم معاه سابق. لا ما هو أنت خلي بس حد يبلغه عشان الموضوع اللي أنا عايزاه ما يستحملش تأجيل. أو أقول لك قول له إن أنا عايزاه بخصوص فضل الغول. طيب. أيوة يا فندم. في واحدة موجودة عايزة تقابل حضرتك بخصوص واحد اسمه فضل الغول. تمام يا فندم، تمام. للأسف مش هينفع. ده أنا هو أنت قلت له يعني هو مش هينفع أقابله يعني؟ أه مش هينفع. وما ينفعش التواجد لغير العاملين. اتفضلي. أبين زين وأجرى البخت والمكتوب. أبين زين وأجرى الكف والمكتوب. يلا خدي لك عود جرجير كده يطر على قلبك. أنا ما باكل سحت. هات يدك أجرى لك بختك. ارتاح البال على يد أختك. لا والنبي جرب وشوف يرتاح القلب الملهوف. بلح تجي تبيع الميه في حاره السقايين ولا ايه؟ هات يدك. انت عطيتني واكلك وهتاخد بتمن وحقك. ومال ارغي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي على رسول الله. عليه افضل الصلاه والسلام. في انتظار ميعاد مهم باذن الله يتم. يا حلولي. طب ما الراجل اللي برد عنده معاك. المعلم ده عنده معاد وانا كان عندي معاد امبارح ومعاد اول امبارح. ايه
جبت التايهة يعني؟ جواك مرار كتير وشايل من الهم كتير؟ وحطت في ضوافري مونوكير جريه يا ست. انتي تطلعي من ألف ليلة وليلة ولا ايه؟ عايزة تفبركيها فبركيها بمعلمة، بلاش تخش عليا كده بأمور النصب دي. أنا ما بنصب يا صاحب الفضل والتفضيل، عسى ربك يقبل منك دعوة المظلوم وينكتب لك البراءة في كل ساعة ويوم. بحق من أقسم بالسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ نعمة تظن بها يهتدي فؤادك وينصلح حالك، لكن صاحب الكون هو قادر على إنه ينور بصيرتك بين الظهر والزهير. شكرا لك يا ابن الكرام، وإن كان الشكر لله وحده لزام، وما عليك مني إلا السلام. السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. شاغل ده شيء ايه يا ابني ده؟ شيء ايه؟ هات سحلب، هات لبان ذكر، هات اي حاجة. لا اله الا الله.